مساء الخير. ضجة كبيرة صارت امبارح بعد تداول معلومات وصور عن رفع العلم السوري وصورة للرئيس السوري بشار الأسد داخل مبنى بلدية طرابلس، حيث كان يجري تصوير مسلسل سوري، وهو الأمر اللي اعترض عليه عدد من أبناء المدينة. وبعد الجدل اللي صار، أصدرت البلدية بيان أكدت فيه أنه ما تم رفع صور لا للرئيس ولا للعلم. تعليقات كتير تناولت الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأغلبية التعليقات كانت منسينا المجازر يلي ارتكبها نظام الأسد بحق أهل طرابلس والتباني، ومش رح ننسى بحسب تعبيرهم. اتصلنا موجودة ما لازم تخليهم. اتصلنا بالشرطة يا أخي. يا أخي طيب إذا لازم وما عملوا طيب شو بعمل؟ جيت أنا. أنت منك حجاب يا عمي. لما لقيتهم ما عملوا اللي أنا قلت لهم إياه تركت اجتماعي وجيت وكحشتهم كلهم. رصدت الكاميرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تبرعه بمبلغ من المال أثناء زيارته للكنيسة بيسحب حوالي 8 ورقات نقدية قيمة الواحدة منها 20 دولار، وما لفت انتباه قيامه بعملية عد المصاري قبل ما يتبرع فيها، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح مر يومين على الحادثة، ولكن الغضب الكبير من قبل المتابعين على السوشيال ميديا بكل أنحاء العالم مازال متواصل، والسبب انتشار فيديو لامرأة عراقية قامت برمي طفليها من فوق الجسر بنهر دجلة ببغداد. قوات الأمن العراقي قامت باعتقال السيدة اللي اعترفت خلال التحقيق أنها ارتكبت الجريمة بسبب خلافات مع طليقها اللي هو والد الطفلين. الفيديو اللي ما تجاوز مدته دقيقة أبكى الملايين بالعالم العربي، وكان المحزن أكثر ردة فعل البي اللي صرخ من أعلى جسر وهو عم يبحث عن ولاده. وبعد 24 ساعة من عملية البحث بحسب وسائل إعلام محلية عراقية، تمكنت فرقة متخصصة من قوات الأمن العراقية من انتشال جثتي الطفلين. ومع هالخبر منكون وصلنا لختام جولتنا، لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن مع أخبار جديدة.